ماجدة؟ يا ماجدة؟ خير، شبك بسام؟ ليش عم تعيّر؟ ليش ما عم تردي؟ قديش بقي ليضرب المدفع؟ ليش وين ساعتك؟ هلأ شو بدك بساعتي؟ جاوبي على قد السؤال لو سمحتي. يا سيدي شي ساعة ونص. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله كتير ساعة ونص. يعني شي بحير، شو بدي أعمل أنا؟ ساعة ونص قبل المغرب شو بدي أعمل فيها؟ إذا بدك تتفرج على التلفزيون لبين ما يضرب المدفع. لك عفن قلبي، من التلفزيون وبرامجه كل البرامج مثل بعضها. طيب انزل تمشى لك شوي لبين ما يصير الوقت. ما بحب اتمشى قبل الفطار. لك 100 مرة قلت لك هالمعلومة انبح صوتي وانا اقول لك اياها، لانه بتلاقي العالم راكدة ومبلهوجة وخلقها براس مناخيرها. يعني انت خلقك مو براس مناخيرها؟ شو قصدي؟ لا ما قصدي شيء يعني. لا قولي. بس عم اسمعوا. لا قولي بلا رميني بحجاري. تقبرني افتحي الباب، تقبر قلبي. اصلا هي شغلتي، لبي لك اوامرك انا. يا ترى خالي ماجدة موجودة؟ وشو بدك فيها؟ بعتتني الماما مشان استعرض معناتها تتيلتي المحشي. ليش ما عطلوا تتيلة محشي انتو؟ لا ما عنا. وليش ما بتشتروا وحدة؟ والله ما بعرف. سلميلي على امك كتير وقلي لها ما عنا تتيلة محشي، لانه نحن بنطبخ المحشي من دون ما ننتقله، بنحط بلاكة فوق منه. طيب يسلموا عمو. هات لك ناقصنا والله. بسام ليش هيك حكيت مع البنت؟ كيف بدي احكي مع حلكان؟ عادي، يعني ما في داعي تلتئم كل هالقد بوشها. يعني شو الجماعه كفروا اذا بدهم يستعيروا من عنا تقيله؟ هلا لا تاخذي وتعطي معي كثير، خلي واصل لراس مناخيري. ها ما حلك تتعودي على طبعي؟ بس بدي افهم ليش هيك عم بيصير معك. بس ولك اختي هيك انا ما بحب اخذ واعطي مع حدا لما بكون صايم، ومشان هيك اخذت اجازه بلا راتب شهر وقعدت بالبيت. بقى شوفيني هلا قديش ضايع للمدفع؟ يي لسه هلا سالتني؟ يعني ما حل عقرب الساعة يمشي. بتعرف بسام لو ما أخذت إجازة هالشهر كان أحسن لك. وشو سبب بقى ست الحسن؟ لأنك على القليلة بتتسلى وبتقضي وقت بالشغل أحسن ما أنك قاعد بخلقتي وعم بتزن بإذني طول النهار. لك ما بيلحق يطيب صوتك إلا بترجع بتنتحس، بينخفى حسك وبتنبح. من ناحية التسلاية محلولة، من بكرة رح أرجع مارس هواية لعبة البلياردو تبعي. آخ صبرا جميل وبالله المستعان. يلعبت ما نزلت يا أخي، بالطاولة مو مزبوطة. شو الحكي يا مو مزبوطة؟ هلأ كل ما روح الطابة بدك تتحجج بالطاولة؟ أخي ما عم بتحجج. أنا عم بتحجج. بطلت العب يو بس عم طول مالك ما حكي شي. شو خلاص يو هلأ تعال معي. تعال ماشي حال. لا شوف اخرتها دور مين هلا؟ زين دوري. تفضل عاقب ورجينا شطارتك حبيبي. يا حبيبي على الطربة المعدتي خلاص اعتبر دقك منتهي. ايه العاب لنشوف العاب. ماشي الحال. ايه سيدي الـ14 بالشورى واحد. لحظة لا تكملي. الجز دق بطابتي بالأول. لا حبيبي ما دق والكل شاهدين. شو سعيد؟ ما انتبهت منيح يعني. شو ما انتبهت منيح انت الثاني؟ عم بقول لك ما دق. شو عم بكذب عليك يعني؟ خلاص اخي خلاص مثل ما بدك رح مرق لك اياها المره. لا حبيبي لا يا روحي ما حصلت. لا بتمرق لي ولا بمرق لك. شو عم تصدق علي صدقه انت؟ ايه شو شغلك السعبره يعني؟ انا عم سعبر ولا تلعب عم يضرب شو سعيد ولا بضرب شو انك مخك. لا عم شو ما بسمع لك انا ما بسمع لك. لا بسمع لك. طولوا بالكم طولوا بالكم. شو بدنا؟ الدنيا رمضان طولوا بالكم. مالك شايفه كيف عم يحكي؟ فلك يحاكيك الحكيم ان شاء الله. اصلا مو الحق عليه، الحق اللي عم يلعب معه. اتلعب بالاربعة ان شاء الله براسك الخامس ولا؟ خلص بسام خلص للخبر. اخي صاحبك ما بتحمل حدا يغلبه، بقى لباية تجيبه معك تبوس ايدك. لا حبيبي ما حسرت، انا ما حدا بيغلبني، وقسما بالله ما عاد العب بلياردو بحياتي من تحت راسك، فهمت ولا ما فهمت؟ وها؟ يا حريق.
وينك يا استاذ؟ وينك يا حفران؟ لا يهمك استاذ، لا كل شيء كسر انا بصححه. بسام ما كانت حلوه بحقك تكسر العصايه وتطلع من المحل هيك. صدقني يا سعيد لو ما كسرتها كنت يا اما بدي دق راسي بالحيط، يا اما بدي زت حالي عن الدرج، يا اما بدي ابلع شي طابه من طابات البلياردو حتى فش خلقي. ليش طيب ليش؟ ما بدنا القصه كل هالشيء، ليش؟ لك سعيد انت صرت تعرف طبعي، انا لما بكون صايم خلقي بيكون براس مناخيري واعصابي بتتوتر ولساني بينفلت يا اخي. يعني على هالحاله هي من هون ليخلص رمضان رح تزعل منك كل رفقاتك. سيدي بحفظ، يلي بيزعل بيزعل ويلي بيرضى بيرضى، كتير فارقه معي يعني. بعدين مين قصدك انت من رفقاتنا؟ رفينا عمران مثلا، ليه زعلته؟ هيك لانه سرسري وغشاش وقليل امانه. هلا عمران هيك يعني انت شو شفت منه لحتى عم توصفه هالوصف؟ لك مو قدامك صار يغش بلعب الشده؟ الافندي مد ايده بكل وقاحه وسرق الجوكر من الارض. قمت حضرتك ضربته بالورقه على وشه وقلبت الطاوله وبربرت لك شو نص ساعه زمان. ايه وشو فيها؟ اللي فيها انه عمران ما عمل شيء بيستاهل لحتى تساوي فيه هيك، واذا غش باللعب يعني ما نحن لعبنا كله تسلاية وتضيع وقت. ما بعرف يا سعيد، هذا اللي طلع معي يوميتا. فريد طيب، فريد ليه زعلته؟ لا تجيب لي سيرة فريد مشان الله، لك يا أخي هالزلمة ما بيفهم بأصول الحوار إطلاقا، بتحس كأنه في صبة ماطون بمخه. ليش ما؟ يا سيدي كنا قاعدين وعين الله علينا وعم نتناقش بمسلسل ماريا مرسيدس، هذا المسلسل المكسيكي. إيه عرفته. أصر الزلمة إنه الدراما المكسيكية متطورة أكثر من الدراما السورية. بقى بشرفك أنت بتقبل هيك حكي؟ هلأ بغض النظر أنت شو جاوبته؟ شو بدي جاوبه يعني؟ وقفته عند حده، ما ضل غير واحد طبل وقليل الذوق مثل فريد يناقشني بالدراما، هذا اللي كان ناقص والله. المهم أنت شو قلت له؟ قلت له لمعلوماتك الدراما السورية غازية العالم بفانتازياتها، وقلت له كمان لو ما كان فيك 50 عقدة نفسية و60 عقدة نقص، ولو ما كنت ضعيف الشخصية وعديم الثقافة وعندك عقدة شيزوفرينيا وعقدة سوزيت واهتزاز بالشخصية، ولو ما كنت مارق بحياتك ب20 علاقة حب فاشلة، ما كنت تابعت هيك مسلسلات. هو شو جاوبك؟ ليش بيسترجي جاوب؟ هذا اللي كان ناقص والله. قسما عظما يا سعيد لو كان فاتح تمه بشي كلمة كنت شركته تشريك. هالحوار ديمقراطي هاد كان قبل المدفع ولا بعد المدفع؟ لا قبل المدفع. انا هيك توقعت. اطلع اطلع هلا لوصلك الطريق، اطلع وحاجة تاخذني، مليت منك. بسام اخذت معك ليستة الاغراض؟ ايه ليك ابشرتي، انت بدك اغراض؟ يعني تركي تركي قبل المغرب بشي ساعتين، بس لا تعمل مشاكل مع الناس الله يوفقك. لك مشاكل شو؟ يعني وانت عم تشتري الاغراض لا تتشاكل مع الناس مثل عادتك. شو قصدك؟ يعني انا مشكلجي؟ لا لا انا ما قلت هيك، بس ما بعرف شو بيصير لك برمضان، عصبي وخلقك ضيق ومعاشرتك صعبه واخلاقك عسره. هلا انا هيك الناس هي اللي بتخليني عصب، لانه برمضان بالذات ما بيعود حدا بيتحاكى، الموظف بيتناشف مع المراجعين، شوفير التاكسي بيتنكت على الركاب، البياعين بيقلبوا خلقتهم بالزباين، لك حتى شرطة السير بتصير تكتب مخالفات على ابو جنب. ايه سيدي نحن علينا من حالنا وبس. صحيح بسام تذكرت، جيب معك شوية معروك وناعي. خدي الليسته وسجلي عليها، شو شايفة عقلي دفتر؟ خدي سكي. مين اللي شاط الطابة لهون؟ واقف عندك انت ويا ابلا؟ مين اللي شاط الطابة على سيارة؟ ها؟ ما بدكم تحكموا هيك؟ بس هي تعالوا فرجيكم. شايفين؟ تضرب انت وياه؟ يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك.
قديش البندورة اليوم؟ 15. والخيار؟ 10. أصبح عبيلي كيلين بندورة وكيلين خيار. لحظة بسرعة بسرعة، شو لحظة؟ يلا بسرعة، الله يرضى عليك. خرج الصلاة ما؟ ايه. لحظة يا حبيبي، لحظة لحظة، شو بك؟ شو عم تعمل انت؟ عم عبيلك بندورة. هلا هي بندورة هي؟ الله وكيلك يا أخي، عم عبيلك من الوش. ايه بلا وش بلا أفا، العمى ضربكم، صاير الغش بدمكم. اوف 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 اوف، وليش هيك عم تحكي معي يا أخي؟ هيك بدي أحكي لأنه ما عاد حدا استحى بهالأيام. لك شهر فضيل هاد، يعني وقفوا الغش شوي. خيو فرقنا بريحة طيبة، بطلنا نبيع. ايه بدك تبيع غصبا عنك، يلا عبي بندورة لك، عبي بندورة صريف يا وام، عبي. آمنت بالله على هالنهار حبيبي، شو شغلة تبلي؟ عم قلك بطلنا نبيع، صلى الله وبارك. يظهر انك ما رح تفهم بالذوق انت. خلص معي السار، ايه بدي ربيه وعلمه شلون. لك شيء خليه يحكي مع العالم، ايش بدك تربيني يا قسما بالله؟ إذا ما شفت قلبك العمى ما بدنا نبيع. روح ليه؟ ايش بدك تموت؟ روح بس انا بفرشي. بسيطة عيني. اتأخرت علي؟ لك اتعلقت انا والخضرجي قبل ما اجي لعندك. على فكرة توقعت هيك شيء. اتوقعت اني اتعلق مع الخضرجي؟ لا مو مع الخضرجي، بس توقعت انك تتعلق مع شي حدا. لك يا اخي هالناس صايرة لا تحتمل بهالشهر. فعلا معك حق. اطلع لك اطلع. ها؟ لك اطلع. ما فهمت. لك اطلع خلصني. يا سيدي صاير عصبيتك لا تعتبر. لك اخي لا تقول عصبي، هالكلمه هي بالذات بتجيب لي العصبي. ولك ليش واقف بنص الطريق ولا؟ ثواني ثواني معلم، بس نزل السندوين معيتك، بس ثواني. ولك مالك شايف الحاره ضيقه؟ ولك ليش عم تزمر انت الثاني ولا؟ بس ثاني يمكن مو شايف السياره اللي قدامك. ليش ضربوا العمى؟ ليش مو شايفها؟ طول بالك معلش. بسام لا تنزل. لك شو لا انزل؟ بدي امسح رقبته مسح. لا تجن. ليش عم بسمر؟ ليش عم بسمر ولك؟ شو يعني زعجتك من الزمور؟ لك شو زعجتك من الزمور؟ بدي اخلع رقبتك، اخلع. انزل من السيارة ولك. لا لا سيارة. لا معلش بسام لحظة، لا تنزل من السيارة، خليك محلك خليك محلك خليك محلك. رجع رجع بسام، رجع لورا خلاص. بسيطة منتواجع لسه، الا ما اشوفك. بسيطة. معقول انك عم تعمل هالطوشه كلها بس لانه زمر لك؟ ايه معلوم، لاني انا بعتبر الزمور اهانه، وانا ما بسمح لحدا يدعس لي على طرف على الاطلاق. لك يا بسام، ما بتخاف تتهور لك شي مره وتعلق مع شي مسؤول او شي مدعوم، واحد ظهره مسنود وله وضع خاص؟ لك بلا خاص بلا عام، انا ما بخاف غير من يلي خلقني، وهالرعبه هي ما حدا بفكها من مطرحها غير اللي ركبها. ولك المصيبه انك لسه ما بتعرفني يا سعيد. بس معلش معلش، معك معك بتعرف مين هذا بسام. الله يستر الله يستر يا رب. شوفوا هذا الثاني كمان. بسيطه بسيطه بسام، زمره هلا بيمشي. العمى ما عم يزحزح من محله. معلش معلش والله، هي قلة ذوق عن جد. لا حول ولا قوة الا بالله. وبتقلي لا تعصب، لك شلون الواحد ما بده يعصب قدام سلوك هيك بشعر؟ لحظة بس عم لوين نازل؟ شو لوين نازل؟ شو لوين نازل؟ لوين رايح؟ لك ان شاء الله خليك بالسيارة انت. دب انت دب دب حقيقي. شو امرت ابو الشباب؟ عفوا يا جماعة، بس أنا كنت واقف وراكم بسيارتي و... هلا أنت اللي كنت عم تزمر؟ أنا آسف كتير مدموزيل إذا كان زموري أزعجك، ريتا تنكسر إيدي أو تنشل قبل ما تنمد على الزمور. يعني ما فيك تنتظر دقيقتين لخلص تليفوني؟ بعدين ما بتعرف إنه التزمير ممنوع هون؟ هلا ضروري يسحب لك وراقك وأحجز لك السيارة وبهدلك؟ لا 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 ما في داعي، أنا بكرر أسفي وخجلي وندمي مرة تانية. معلش يا جماعة، يعني غلطنا ومنكن السماح.
قسما بالله ما يدرى المعلم انه الناس عم تزمر لبنته بالطريق لحتى ينهز بدنه وتطلع عصبيته. لا لا ليش لا يدرى؟ صدقني ما في داعي يدرى بهالقصة، ما في داعي يا شيخ. ارجع على سيارتك وبطل كترة غلبة تضرب هالموديل. امرك حبيبي امرك، راجع على سيارتي فورا، واذا بدكم برجع على بيتي كمان. اذا بتريدي مدموزيل كملي تليفونك على مهلك واوعك تزعجي حالك، ها، وان شاء الله بتضلي لبكره. اف على هالشبكة التعبانة، صار لي ساعه ما عم يعلق معي الخط. بالفعل تعبانه كثير الشبكه والناس مو قادره تنتظر الاشباط. لا امشي بطريقك وخلصنا. شو رح تحكي لنا قصه عنتر؟ استنوا ما شفتوا منا دخيلكم، هنجوكم يعني. يلا باي. لك ليش عم تزمر ولا العم ضربك شو دب؟ ألو نعم، أهلين مين معي؟ أهلا وسهلا. أهلين، الوطواط الكبير موجود بس ما بيقدر يرد هلا على الهاتف، ما بعرف هيك تعليماته. لا حابب يختلي شوي مع نفسه. أوكي على عيني، رح أبلغه. مع السلامة. بونجور. اهلا. الوطواط الكبير موجود؟ موجود بس ما بيقدر يقابل حدا هلا. انا مو حدا، انا سيده ملعقه. عفوا سيد ملعقه. ملعقه تشرفنا سيده. بس شوفي شغلك ولا تبسبسي، فقسي للزر وقولي له سيده ملعقه موجوده، ما عندي وقت ضيعه، يا اما بتفرشي الباب برجلي وفوت طمغم. فقسي للزر. عفوا سيدة ملعقة موجودة هون ومصرة تقابل حضرتك. شفتي؟ انت جديدة هون؟ ايه نعم، الي اسبوع متعينة. حبيبتي لا تطلبي لي لا قهوة ولا شاي ولا لمونادة، بتنزعلي معدتي، طلبي لي كاباتشينو. اهلا وسهلا مدام ملعقه. كيف صحتك؟ الحمد لله يا اهلا وسهلا. ظريفه يا السكرتيره اللي حاططك تاريك، لساتك ما باك شيء في كرمه، ما هرهرت لسه. ما عرفتك ما هيك. الله عليكي. ايه ستي شو تشربي مدام ملعقه؟ طلبت كاباتشينو. مو بايدك، بتحبي كل شيء طلياني. وين ما حدا عم يشوفك يا بنت الحلال. شغل لفوق راسي تشكله لقاسي، ما عم افضى حتى حكه لراسي. ليش شو عم تشتغلي هالايام؟ شو بدي اشتغل يعني؟ مضيفه طيران ولا حلاقه نسوان ولا بشهاداتي اللي معبيه الحيطان؟ فظيعه انت، ما تغيرتي منوب. وشلون السوق معك دخلك؟ دائر شوي وقريضه. هالنسوان ما عادوا لبسوا ذهب وقلاميس، كله عم يلبس لي دهب فالصو، والنشالات اللي عندي لحد هلا ما كانوا يعرفوا الدهب الحقيقي من الفالصو. شو هالجيل الغشيم هاد؟ معك حق. ايه يرحم ايام زمان كان الوطواط ينزل من بطن امه وطواط. بس انت قولي له روح وطوط ولك، نطوط هون، روح هون، اجمع لي اموال، ما بتهمني طريقتك. يسلموا هالأنامي. تريد شي خواجة؟ لا شكرا تفضلي. رشقة هالسكرتيرة اللي عندك، ما بقى شي. مو هيك؟ مثل غزال يخزي العين حولها. والقديمة وينها؟ أنت اللي قلتيها بعظمة لسانك، القديمة. أنا ما بحب القديم، بحب التجديد، بحب شوف حول مني وجوه جديدة على طول. المهم هلا شلون خطرنا على بالك ملعقة؟ آه؟ شلون خطرنا على بالك؟ أكيد هالزيارة مو لله، في وراها شي.
بصراحة أنا قاصدتك بخدمة وبترجاك ما تفشلني ولا تردني خايبة. اتفضلي، خدامين الطيبين والأوادم نحنا، لشو قاعدين هون لكان؟ كرامي سيدي. خير مساء جميل. وصلتنا المعلومات العاجلة سيدي. هالمعلومات أكيدة؟ طبعا سيدي. عرفتوا مكان الاجتماع؟ سيدي رح نعرف، لأنه عم نحقق مع واحد من المشبوهين يلي لقطناهن بسوق الصاغة، مسألة وقت وبس. انتبه يا مساعد جميل، لازم تجيب لي معلومات كاملة ودقيقة وبأسرع وقت ممكن. رح نعمل كل جهدنا سيدي. لك انصرف بسرعة وخبرني أول بأول شو بصير معه، وخليني حقق بنفسي مع المشبوه. أمرك سيدي. ألو، احترامي سيادة اللواء. ألو نعم، الوطوات الكبير موجود بس مشغول، عنده اجتماع مغلق، ما بعرف امتى بيخلص. اوكي. الو نعم، مكالمة من ايطاليا، انا معك. يلا سي سينيور مومنتو. عفوا خواجة، مكالمة من روما من العميل فهم الدالاتي. ولك 100 مرة قلت لك لا تستعملي الاسم الصريح، شو فهم الدالاتي؟ استعملي الرمز، شو رمزه هاد؟ 07. خليه يتصل بعد نص ساعة. لك العمى بقلبها، ما كانت تتعود على الرمز. هذيك المرة قدمت لي كتاب معنون باسم جمعية لصوص المدينة بدل جمعية وطويط المدينة، مع انه عندها قائمة بالرموز كلياتها. يلا جديدة، بكرة بتتعلم. انت عرفتي للعميل 07؟ عرفته، فهمي الدالاتي، ايش بده منك؟ مزبوط فهمي الدالاتي. انسيه هلا، ما بدي منه شيء. ايه مدام العقة، شو كنا عم نحكي؟ كنت عم اقول لك انه انت يعني ملك السوق، وانك يعني هو صحيح انا ملك السوق مثل ما تفضلتي، والرئيس الفخري لجمعية وطويط المدينة، بس مو دائما بيلتقى معي سيولة، مو دائما، بنعص احيانا، يعني الا الواحد ما ينعص، مو بايده. ولو خواجة، بيت السبع ما بيخلى من العظام. ولا 6 ملايين ليرة عظام يا ملعقة، عم تطلبي مبلغ كبير انت. صحيح هو مبلغ كبير، بس لا تنسى رح ارجع لك يا 7 ملايين بعد شهر، كمان هاي صفقة كبيرة ومحرزة. بنظرك انت صفقة محرزة، اما بالنسبة لي هالمبلغ ما برضى نكش في سناني. بعرف هالشي، ونحن قلنا طمع فيك، ومشان هيك أنا جاي، بعرف لعند مين جاي. صحيح، بس الظروف بتحكم يعني. تفضل. لو بيطلع بيئتي ما بصير. شوفي. عفوا خواجة. نعم. إجانا فاكس من آل كابوني. آل كابوني، دخيلك، احفظي عندك بالمكتب. وهذا فاكس من دالاس، من جي آر. ايوه جي ار، ابعتي له فاكس جوابي وقولي له حول لي مليون دولار على حسابي بسويسرا. اوكي حاضر. طيب قولي لي مدام، انت شو ناويه تساوي بالمبلغ؟ ها يعني الحقيقه في شويه ذهب مسروق معروض للبيع وبسعر مغري كثير، دفعت أنا رعبونهم وما تأمن معي باقي المبلغ، وبتعرف أنت يعني أنا أعطيت كلمة للجماعة ما بقدر أتراجع عنها. معك حق، الكلمة أهم شيء، أصلاً نحن ما بنملك بالسوق غير السمعة الطيبة، هي رسمانا الحقيقي يا مدام. على كل حال إذا بتنتظري أسبوع يعني ممكن أأمن لك المبلغ. لا كتير أسبوع ما بقدر أنتظر. طيب ليش ما بتأمن لي المبلغ من صندوق الجمعية؟ يعني ليش عاملين الجمعية نحن؟ مو لهيك زنقات؟ هو ممكن، بس بالاول لازم يعني يشاور الاعضاء زملاء الجمعيه. ايه طبعا هيك القصد. وفي شغله ثانيه كمان لازم ناخذها بعين الاعتبار يا ملعقه. شو هي؟ انا بدي اطلب منك ضمانه، بس اوعك تفهميني غلط، اوعك. وانت بتعرفي تماما لو كان المبلغ من جيبتي ما بتفرق معي، ليش؟ لانك وطواطه محترمه وخفاشه مقدره وعنكبوته امينه ودؤوبه، وسمعتك بالسوق مثل المسك، والمصاري بجيبتك كأنه بجيبتي، بس هالمصاري للجمعية، وأنا ما بقدر أتجاوز قانون الجمعية ولو كنت وطواطها الكبير.
ولا يهمك خواجة، أنا مقدرة هالشي تماما وعاملة حسابي لهالطلاق. تفضل شوف. شو هاد؟ مضيف ألماس ثمنه 8 مليون، علبته لحاله حق نص مليون مثل ما لك شايف. فعلا بيسوى. أنا راح أخلي هالمضيف رهن عندكم لبين ما رد المبلغ للجمعية. حلو هالحكي يا ملعقة، بس أنا عندي فكر تاني. هلا أنت خلي مضيفك بيعبك من هون لبكرة، وبكرة باجتماع الجمعية بنعرض الموضوع على زملاء. جاية على اجتماع الجمعية بكرة أنت؟ طبعا خواجة، أنا ما بقدر أتأخر عن الاجتماعات ولا المؤتمرات. وعم تدفع اشتراكاتك بانتظام؟ معلوم خواجة، أنت بتعرف أني أنا عضوة مؤسسة وملتزمة ونشيطة وصفحتي عندكم بيضاء. عظيم جدا، حلو هالكلام، غدا نلتقي. وهو كذلك. يا معاذ وصل مدام العقل بيتها. كرامي سيدي، عرفنا المكان وهذا العنوان. شو هالحكي؟ عظيم، استنفر لي كل العناصر فورا. اليوم يومنا يا مساعد جميل. أمرك سيدي. ألو، احترامي سيادة اللواء. سيدي عرفنا الموقع. نحن جاهزين فورا سيدي. سيدي بجوز الزمني شوية تعزيزات. حاضر سيدي. على عيني سيدي، الله معك سيدي. كيف الشغل بالأيام؟ تعبان كتير، طرقات التهريب كلها مسكرة وما نعرفان وين بدنا نروح بحالنا. وانت كيف شغلك؟ على أضرب، عندي 200 وطواط عم نطوا على سطيح وما نعرفان شلون عم دبر لهم معاشات وحوافز ومكافآت. على فكرة سمعت انه الساطور ضارب ضرب مرتب الأيام، صحيح؟ يا سيدي جماعته ضاربين محل بالساغة ونافضينه نفض. قديش طلع فيها يعني؟ يعني بدك تقول شي 5 ملايين، 5.5 هيك شي. يا هيك الضربات يا بلا، لكن يا عمي بيطلع له. شو؟ وقتك مطول الخواجة لا يوصل؟ ما بظن يتأخر أكثر من هيك، هذا وقته. أنا خايف ليكون في شي دفع مصاري بهالاجتماع. الله لا يقدر، حاجنا دفع مصاري كل يوم والتاني. يعني لو كنا موظفين عند الدولة ما كان طلع علينا كل هالدفع. قول توك. كانت الدنيا ها بديانة ليل والسيارة تعطلت على غفلة،
والتحشت بهالطريق مثل افتلهم، وانه كانت توقف لي شي سياره تاكسي عباس لا تحاول. قلت لحالي يا بنت اطلعي بسيرفيس للضروره احكام، شي يوم اعملي مثل هالناس، اعملي مثل هالناس اللي بالطريق. المهم مالك بالطويل، انحشكت بهالسيرفيس قدام تنتين نسوان، وحده منهم بطنها لحلقه والثانيه نحيفه مثل السنكوحه، وبلاقي لها إلا إيدي لحالا مدت على شنطاية الزنكوحة، مع أني بطلت أشتغل بإيدي من زمان. بس شو بدك تقول؟ للضرورة أحكام، مثل ما بيقول المثل، بيموت الزمار وبتضل إيدي بتلعب. المهم استناولت هالجزدان ونزلت بموقفي ولا على بالي شي ولا كأنه عامل شي. المهم مالك بالطويل، فتحت هالجزدان حزير قديش لقيت فيه؟ مليون ليرة. لك شو مليون ليرة انت التاني؟ عم قل لك جزدان صغير مو شنتاي، فصع شو خيالك خصب. يعني قديش الايدي؟ 35 ليرة. بس حصلت يوميتها شو نقف. قلت معقولة مدام مثل هي ما يلتقى بجزدانها غير 35 ليرة بس؟ فعلا الناس مخباية بتيابها. ايه، وشو عملتي بعدين؟ شو بدي اعمل؟ طيش فقت عليها وحطيت لها يلي فيه النصيب، وبعثت لها اياه على العنوان اللي كان بقلب الجزدان. ايه وبعدين؟ لك شو بعدين؟ هي القصة خلصت، شو بدك يعني اعمل لك اياها مسلسل؟ الاجتماع الاستثنائي الخامس لوطوية المدينة وجامعي الأموال يبدأ عمله. إخواني أصحاب الرموز وطويط المدينة، السادة خفافيش هذا المجتمع، حضرات جامعي الأموال، اسمحوا لي أن أرحب فيكم بالاجتماع الدوري لجمعية وطويط المدينة. طبعاً هالجمعية هاي جاهدنا كتير وحاربنا كتير لحتى أسسناها على أسس متينة وركائز راسخة وعضاية صلبة. طبعاً هذا كله بفضل تعاونكم وتفهمكم العميق لطبيعة عمل هالجمعية وإيمانكم الراسخ بأهميتها. إخواني، قوارض هذا المجتمع وسرطانات هذه الأمة، الحقيقة أنا كل ما بجتمع فيكم بشعر بالفخر والثقة، الفخر بوجود هكذا كوادر بيناتنا والثقة بالمستقبل. هكذا مستقبل إلنا يا شباب، إلنا، وما حدا رح يقدر يزاحمنا عليه كجامعي أموال بطرق بهلوانية. المستقبل رح نلكمه ونشكمه، رح نملكه ونكمشه كمش اليد. وبحب اطمنكم
انه نحن مسيطرين على السوق سيطرة تامة، وهذا كله طبعا بفضل هكذا تلاحم عميق مثل ما نوهت قبل شوي. فالتلاحم اهم شيء بشغلتنا، لانه بهكذا تلاحم بنقدر نقطع الطريق على كل اعدائنا من رجال القانون والسلطة والعساس، وبالتالي منفوز بمعركة المصير. مصيرنا كخفافيش مدينة ناشئين وبرعم مافيا في هذا الوطن الحبيب. إخواني أصحاب الرموز بأسماءكم الكبيرة طبعا، يا عقارب وعناكب هذا المجتمع، جمعية وطويط المدينة رغم إنها حديثة التكوين إلا إنها حققت إنجازات مهمة كثير في مجال التفنن بجمع الأموال، منها الخلق بشتى الطرق. طبعاً نحن ما رح نقعد نتبهور بإنجازاتنا مثل غيرنا، وما رح قلكن إنه صار عنا بصندوق خزينتنا 150 مليون ليرة، هالشي موضح بالجداول الدورية اللي عم تصلكن على فروع مكاتبكم بانتظام، ولا تنسوا إنه هذا وقت عمل مو وقت كلام. مشان هيك رح ننتقل فورا لمناقشة جدول أعمال الجلسة. قبل ما نشوف جدول الأعمال اسمحوا لي اقرا التفقد. افتحي لي محضر جلسة لو بتريدي. حاضر بيك بوس. رئيس رابط جمع الأموال عن طريق لم الغسيل وإبر الدشات. حاضر. كبير مروجي البودرة البيضاء. موجود. نقيب مقلدي العملة والمستندات والوثائق. موجود. رئيس هيئة جمع الأموال من صغار الكسبة السذج. موجود. زعيمة مغتنمات الفرص وناهبات اللذائذ. حاضرة. نصيرة الشحادات والنوريات. حاضرة. عميد هيئة متسلقي الجدران ومتعربشي الحيطان. حاضر. كبير خبراء فتح خزائن الحديد. حاضر. كبير خبراء دفع الرشاوي وتخدير الضمائر والتصدي للقوانين والقفز من فوقها. حاضر. كبير مروجي المسروقات. غايب. وينه؟ سافر على صقلية ليمثلنا بمؤتمر الانتربول العالمي. عذر مبرر. مسؤول العلاقات العامة المشبوهة. راح على كولومبيا ليلقي كلمة بمهرجان مكافحة الإجرام الدولي. طيب أوكي أوكي، هدول سجليهم غياب بعذر. حاضر. مدير المكتب السري؟ عنده اجتماع مع وفد المافيا بمدنة بإيطاليا. عظيم جدا. أوكي أوكي. ريلنا جدول الأعمال يا أنسي لميا. حاضر. عنا أول شيء مناقشة محضر اجتماع الجلسة السابقة، بعدين دراسة مشروع ضاحية الجمعية السكنية للأعضاء الوطويط، بعدين تشكيل لجنة لدراسة مشروع تعويضات إصابات العمل، وآخر بند التحضير للاحتفال بيوم الوطواط العالمي. حلو كتير. في حدا له شيء ملاحظات حول جدول الأعمال؟ يا ريت تناقشوا موضوع الضمان الاجتماعي لعائلات زملائنا الموجودين بالسجن. شكرا. معقول كثير. ضيفي الاقتراح لجدول الاعمال. غيره؟ بدنا زياده تعويض الوفاه. يعني اذا شي واحد منا توفى وهو على راس عمله مو ضروري اولاده يشنططوا. يعني لازم نامن لهم مستقبلهم. شكرا. كمان معقول كثير. ضيفي الاقتراح لجدول الأعمال. في شي غيره؟ تفضلي مدام العقا. يا ريت تهتموا شوي بالنشاط الاجتماعي والثقافي، يعني لو نعمل نادي للفيديو ونحضر كل أسبوع فيلم من هالأفلام المهمة، يعني من هالأفلام الهادفة واللي ممكن كتير تفيدنا بشغلنا، يعني مطاردات، هروب من السجول، تحايل، تزاكي على البوليس. معقول كتير. ابقي دائما زودينا بافكارك النيره. شكرا شكرا. طبعا مثل ما بتعرفوا السيده ملعقه زميله نشيطه وعضوه بارزه ومن مؤسسي الجمعيه.
السيدة ملعقة وحاليا مثل ما بتعرفوا مديرة المرابع الحمراء ومنتديات اللهو للسواح، وعم تأمن للجمعية دخل محترم، وحاليا عندها يعني ظروف خاصة وطالبة قرض من صندوق الجمعية 6 ملايين ليرة، وتعهدت انها ترجع المبلغ 7 ملايين بعد شهر، وطبعا رح تقدم ضمانات كافية مثل العادة. ورجيهم الضمانة لو سمحت يا سيدة ملعقة. مضيف ألماس حقه 9 ملايين، أنا رح أحطه بصندوق الجمعية رهن لبين ما رجع المصاري. شو هاد؟ فعلا شغلة عظيمة. فعلا هالمضيف لقطة. يا هيك الشغل يا بلا. تفضل. اسمحي لي هنيكي مدام على هالتحفة النادرة. شكرا، هذا من لطفك. وهلا يلي موافق على القرض يرفع ايده، خلينا نعمل ديمقراطية. حلو كتير، أغلبية. مبروك، مبروك يا سيدة ملعقة على هالثقة المطلقة. الله يبارك فيك. لا 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 لا، انقطعت الكهرباء. مو معقول قصة الكهرباء هي، تعطل الاجتماع. فعلا، المفروض نخصص بند بالميزانية مشان نشتري فيها مولدة. صح مزبوط. ضيفي لي لجدول الأعمال مناقشة واقع الكهرباء وأسباب انقطاع التيار. حاضر. هي جت الكهرباء. مضيف الألماس وينه انخرب بيتي؟ دقيقكم يا جماعة. لعمة شو ها؟ شلون صار هيك؟ الله يلعن الشيطان وساعته، لا تخافي إلا ما يلتقى. صدقوني يا وطويط إني أصبت بخيبة أمل، خيبة أمل فظيعة. مو معقول هالحكي أبدا، مو معقول، مو معقول توصل فينا المواصيل لهون. نحن بيناتنا عهود ومواثيق والتزامات، نحن أصحاب مبادئ وشعارات ومناهج. إلى مبادئنا ولا شعاراتنا ولا نهجنا بيسمح لنا أنه نسرق بعضنا. معليش بيجوز الكلمة تكون كبيرة، بس لهون وصلت معنا المواصيل؟ لا لهون. ولك الخفاش شو يا جماعة؟ مشان الله جاوبوني، الوطواط شو؟ الوطواط أخلاق قبل كل شيء، وإذا في بيناتنا وطواط بلا أخلاق ما بدنا إياه، لازم نستأصله من بيناتنا. مظبوط صح. عفوا يا خواجة، يكون في حدا من بيناتنا عم يمزح يعني؟ أشو هالمزح القاتولي هاد؟ أكيد مزحة، أنا مع هالرأي تماما، ولو إنها مزحة سخيفة وبايخة. فيا معشر الوطويط، يلي مزح هالمزحة السخيفة يرجع المطيف لمحله. مو وقت المزح هلا، هلا وقت اجتماع، جلسة رسمية هي، فيها محضر وجدول أعمال، مو لعب ولاد صغار، بده ينفت فيها ملايين على المشاريع. شو شايف ما حدا تلحلح؟ معلش يا شباب، يعني يلي مزح هالمزحة أكيد واحد من بيناتنا، وما رح يفوت حدا غريب ويلطش المطيف ويمشي. الشغلة من هون داخلية، وإذا ما رجع المطيف هلأ أنا بعرف كيف طالعه. بس رجاءً لا تخلوني إلجأ لأساليب بدائية أنا ما بحبها. إخواني نحن ما لنا سفلة في هذا المجتمع ولا حسالة. بجوز إنه يلي تورط هالورطة خجلان شوي، معه حق، شي بخجل فعلا، شي يندى له الجبين. منشان هيك أنا عندي حل معقول، رح نطفي الكهرباء هلأ ومنعد للعشرة قبل ما نرجعها. بهالأثناء بيكون يلي لطش المطيف بالعتمة بيرجعوا لمحله بالعتمة كمان، ولا مين شاف ولا مين دري، ويا دار ما دخلك شر. وهيك منكون ما أحرجنا قدام الزملاء. شو رأيكم؟ We'll be right back.
يا رامبو. نعم. روح على ساعة الكهرباء اصحاب البيشون، عد للعشرة، بعدين رجعوا لمطرحه. العمى العلبة طارت. شو هاي؟ وهات شو هاد؟ يا حبيبي لا فعلا خواجة، إذا أكبر ما فينا عم يسرقنا، فما معتب علينا شو ما عملنا، أكبر ما فينا بزمر بالياقطين. امشي! امشي قدامي! يلا! امشي! يلا!